خسروا الماتش وما عرفوش يلموا نفسهم. طب يا كابتن الصوره دي كل دول. معلش على شمالنا دي 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 مين دي بقى يا كابتن؟ دي هنا جوده. بتتكلم عن الناشئين. دي هنا جوده. دي كان عندها كام سنه؟ سنه؟ كان عندها اربعه اربعه وحته. دي صغيره خالص يا جماعه. لا اربعه لا هي كان زمان عندها. انا فاهم. لا لا بهزر. انا بقول لك شكل ده وهي ده هو انت رافعها على الترابيزه تتصور جنبها. هي واقفه هي واقفه على الترابيزه اللي كانت مقصوصه لها. طب انت يا كابتن كنت شايف ان هي كانت هتبقى بطله؟ انا بحب اقعد اصلا في الصاله دي اللي هي صاله الناشئين. ده انا هوايتي بروح اقعد. احب اقعد مع كابتن مسعد. كابتن سيد رحايم اللي هو شهير بكابتن مسعد ده من يعني من عمالقه تنس الطاوله في النادي. هتقعد هناك وتشرب الشاي. اه بالظبط ده الاساسي عندي. بروح اخد قعدتي وانبسط وبتاع وبعدين اروح على التمرين. تمام. فكنت اروح عنده. كان ساعتها كابتن عادل شومان اللي هو مدرب عام السيدات دلوقتي وقال لي في بنت عندي عايزه تشوفها. تمام ماشي اشوف. تمام. فكانوا قصين لها ترابيزه بقى لها مثلا تمرينتين ثلاثه يعني راحت لعبت وبعدين قصوا لها ترابيزه وابتدت تلعب. قصوا لها ترابيزه مخصوص. يعني شالوا حته من الرجل عشان الترابيزه تبقى على طولها يعني. تمام. فالكابتن عادل يقول لها اعملي كده حاضر تعمل اعملي كده حاضر تعمل وده يعني لسه عندها اربع سنين يعني مفيش حد كده في الدنيا يعني. ما شاء الله كسرت الدنيا دلوقتي. فدلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني بتلعب في السيدات وحاجه كبيره ورقم واحد على العالم في 15 سنه ما شاء الله. تمام. فربنا يحرسها ويكرمها وتفضل مكمله كده وواجهه مشرفه لينا يعني ان شاء الله. كابتن سيد الحقيقه انت نورتني وشرفتني والحلقه الحقيقه عدت بسرعه ما حسيتش بوقتها. يعني انت نجم كبير. انت القعده معاك ما تنسيش يا كابتن. لا انت طبعا انت بالذات وامانه يعني بتخلي الحلقه روحها حلوه جدا. ربنا يبارك فيك يا رب والله ده من ذوقك ويعني الواحد هنا بيبقى حاسس ان هو قاعد في بيته ف بيتكلم براحته يعني مفيش حاجات مفيش تكلفه نهائي. ده جزء من النادي الاهلي قائد النادي الاهلي. اكيد طبعا. بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني يا كابتن. واتمنى ليك كل التوفيق. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يكرمك. اعزائي المشاهدين انتهت قصه بطل. انتظرونا الحلقه القادمه مع بطل جديد وقصه جديده والابطال. شكرا جزيلا.